وقفتنا اليوم هي وقفة تحت عنوان صرخة ألم، لن نقول فيها إلا كلمة واحدة بدون خطابات ولا يافطات ولا أعلام كما ترون. جئنا مجردين من كل ذلك إلا لنصرخ بكلمة واحدة فقط، هي عنوان هذا اللقاء وهي كلمة آخ. فليصرخوا معي إخواني وليسمعوا أننا لسنا بخير. آخ 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 آخ. إحنا مش بخير يا أخوان، إحنا شعبنا بتألم، شعبنا بيعاني. فيا أخوان هاي هي صرختنا، صرخة ألم. بنقول لكل إخواننا إنه إحنا بنعاني وشعبنا بيعاني، إنه معاناة شعبنا بأي ثمن بأي طريقة، ويعملوا مراجعات حتى يتحسن وضع المواطن الفلسطيني في غزة وفي كل مكان، وحتى تتحسن ظروف حياته الفلسطينية. وقفتنا هي كلمة واحدة بدون أعلام، متجردين من كل شيء ما عدا فلسطينيتنا. نحن فلسطينيين ونخاطب الضمير الفلسطيني الحي بأن أوقفوا كل الاعتداءات التي تمت في غزة، وأطلقوا سراح المعتقلين، ونحن قادمون لإنهاء الانقسام. ومع اجتماعات الأمناء العامين في القاهرة أملنا كبير أن ينتهي هذا الانقسام البغيض. احنا موجودين هون اليوم انطلاقا من مسؤوليتنا، انطلاقا من ضميرنا، نصرة للمظلومين والمقهورين من أهلنا في قطاع غزة. في سياق ما جرى في قطاع غزة وما قامت به حماس من استخدام للقوة الغاشمة بقمع الناس، ترك كثيرا من الجراح عند أبناء شعبنا في كل مكان. الانقسام الحاصل في هذه الأوقات هو انقسام مصلحي وليس انقسام بناء على عقائدي ولا على ولا على أي صفة من الصفات الأخرى، لا هو سياسي ولا عقائدي. احنا خضنا الثورة الفلسطينية بمنظمة التحرير الفلسطينية على مدى طويل 50 سنة بقيادة ياسر عرفات، وكنا على كل أطراف السياسة، ولكن بقي الشعب الفلسطيني موحد وبقيت منظمة التحرير الفلسطينية موحدة. نحن نطالب بإعادة توحيد الشعب الفلسطيني. أنا لا أتكلم، أنا على فكرة على اتصال دائم مع غزة، لدي اتصال يومي مع سكان غزة، مع شباب غزة، مع أسرى محررين، مع زملاء في العمل، مع زملاء في القواعد، وأنا مطلع تماما على الأحوال المعيشية في غزة. الأحوال المعيشية كارثية وهذا لا شك فيه، ولكن ما هو مهم أن الشعب الفلسطيني الذي يجب أن يكون موحدا في مواجهة الصهيونية تحول إلى مجموعات عديدة ومختلفة. هدفنا الأساسي في هذه الوقفة هي التضامن مع شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة مما تعرض له من قمع من قبل حكومة حماس وأمن حماس، يعني قمعوا الأطفال وقمعوا النساء بشكل رئيسي، وهذه رسالة حب وتضامن مع الإنسانية الموجودة في قطاع غزة.